قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. أعلن التيار السلفي في الأردن مصرع 3 من عناصره بمدينة درعا. التيار السلفي في الأردن يعلن مقتل 3 من جنوده على أراضي الجمهورية العربية السورية، ويصرح أن عدد القتلى من تياره المزعوم بلغ 50 قتيلا من أصل 500 عنصر. لم يكن هذا كل ما ورد في هذا التقرير المدبلج، بل الأهم كان وجود عدد من الجنود الإسرائيليين يغادرون الأراضي السورية باتجاه الأراضي المحتلة. رصدت قناة فوكس نيوز الأمريكية جنودا إسرائيليين يغادرون الأراضي السورية باتجاه الأراضي المحتلة بحسب قولها. إذن قوات كوميندوس إسرائيلية تشارك بعمليات خاصة على أراضي الجمهورية العربية السورية وفي منطقة القصير تحديدا، وباعتراف شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية صاحبة التقرير. لتأتي الحجة الدامغة اليوم وتظهر هذه العربة الإسرائيلية في منطقة القصير وتزيل أي شك أو ريبة فيما قيل في المقطع السابق عن وجود جنود إسرائيليين على أراضي الجمهورية العربية السورية يقاتلون إلى جانب عصابات الإرهاب. عربة إسرائيلية على الأراضي السورية، لم تكن هذه العربة ما وجد فقط، بل أكثر من ذلك. علمنا أيضا عن أنواع الأسلحة التي يستخدمها المسلحون إلى جانب الآلية الإسرائيلية التي شاهدتموها بالصور. هناك صواريخ مضادات دروع وهي أيضا إسرائيلية الصنع، وهناك أيضا صواريخ حرارية. من تيارات سلفية تكفيرية ومن دول عربية ليس بشيء جديد على السوريين، جنود من الكيان الصهيوني وقوات كوميندوس خاصة على الأراضي السورية وعربات وصواريخ، ولكنها جميعا في قبضة الجيش العربي السوري. قسما بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد، قسما بذاك ونحن الصادقون.